2-0-1 Mountain for Windsor. Our flight time today will be 14 and a half hours. During the flight, our cabin crew will be able to serve you in any way you can. Please make sure your seatbelt secure fastened. And please return your seat back and train cabin to their upright position. All your electronic devices can be used only when switched to and from port. We wish you a good flight. Please direct your attention for all companies to the video screen to view important safety information. Hello, Captain. We are ready for pushback. مرحبا بكم على متن هذه الرحلة. نرجو منكم الانتباه الكامل بينما نعرض لكم تعليمات السلامة على متن رحلة طيران الإمارات. Locking gear. يرجى وضع الأمتعة بأحكام في الخزائن العلوية. في حال كنت في مقصورة الدرجة الأولى، يرجى استخدام منطقة التخزين المتاحة. في الدرجة الاقتصادية يمكنك أيضا استخدام الحيز أسفل المقعد الذي أمامك. أثناء الإقلاع والهبوط يجب إغلاق الحواسيب المحمولة وتخزينها بصورة صحيحة، ويجب تحويل أي هواتف محمولة أو حواسيب لوحية إلى وضع الطيران. بعد الإقلاع سيعلنك الطاقم متى يمكنك تشغيل الإنترنت اللاسلكي وتفعيل خاصية التجوال. في حال سقوط الهاتف أسفل المقعد يرجى طلب المساعدة من أفراد الطاقم لإيجاده. يرجى عدم تحريك المقعد حيث إن ذلك قد يلحق الضرر بالهاتف وبطاريته. يرجى الآن إعادة شاشة الفيديو وطاولة الطعام ومسند القدمين إلى أماكنها وإبقاء الستائر مفتوحة وإعادة المقاعد إلى وضعها المستقيم. عندما تضيء إشارة ربط الأحزمة يجب أن تجلس وتربط حزام الأمان. اربط الحزام بوضعية منخفضة ومحكمة ومرره على البطن وعدله بسحب الشريط. وانفك الحزام ارفع الغطاء المعدني. يوصي بربط حزام الأمان في جميع الأوقات طوال الرحلة، ويرجى ربطه فوق البطانية عند النوم كي يراه طاقم الضيافة ولا يضطر عند الضرورة لإزعاجه. التدخين بجميع أشكاله ممنوع على متن الطائرة بما في ذلك استخدام وشحن أجهزة التدخين الإلكترونية. جميع دورات المياه مزودة بأجهزة كشف الدخان. في حالة الهبوط الاضطراري يرجى التمسك جيدا بظهر المقعد الذي أمامك بهذه الطريقة، وإذا كان ذلك غير ممكن يمكنك أخذ وضعية الانحناء للأمام قدر المستطاع مع وضع الذراعين تحت الساقين. عند الحاجة ستتدلى أقنعة الأكسجين تلقائياً من أعلى. التنفس بطريقة طبيعية يعطي الإشارة لبدء تدفق الأكسجين. ضع القناع على وجهك ثم تنفس بصورة طبيعية. ضع القناع على وجهك أولاً ثم ساعد الآخرين على ارتدائه. حتى إذا كنت معتاداً على السفر بالطائرة من المفيد قراءة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيب مقعدك، حيث أنها ستذكرك بجوانب السلامة لهذه الطائرة تحديدا. يرجى توقف لحظة لتحديد موقع أقرب مخرج طوارئ إليك الذي قد يكون خلفك. توجد 10 مخارج طوارئ في المقصورة الرئيسية بطائرة الإمارات A380. توجد 6 مخارج طوارئ في المقصورة العلوية بالطائرة. عند الحاجة سوف ترشدك الإضاءة الموجودة على أرضية الممرات إلى أقرب مخرج. يرجى خلع الأحذية ذات الكعب العالي وترك جميع الأمتعة في حالة إخلاء الطائرة. توضح بطاقة تعليمات السلامة في جيب مقعدكم مكان سترة النجاة التي توجد أسفل المقعد أو بجانبه. عند سماع التعليمات أخرج السترة وأدخلها عبر الرأس. لف الشريط حول الخصر واربطه من الأمام مع إحكام ربطه بشد الشريط. يجب نفخ السترة عند مغادرتك الطائرة فقط بسحب الشريطين الأحمرين لأسفل بقوة. يمكنك أيضا نفخ السترة بالنفخ في الأنبوب واستخدام الصافرة لجذب الانتباه.
في حالة الهبوط على الماء سيوزع أفراد الطاقم سفرات نجاة للرضع والأطفال. Welcome aboard. We're about to show you the safety features of this Emirates flight, and we need your full attention. Your baggage should be securely stowed in the overhead lockers. If you're in a first class suite, please use the stowage area provided. In economy class, you may also use the space under the seat in front of you. For takeoff and landing, laptops need to be switched off and stowed correctly. Any mobile phones or tablets should be put into flight mode. After takeoff, we'll let you know when you can turn on Wi-Fi and mobile roaming. Left is clear. If you lose right your clear. Phone under a seat, ask your cabin crew to help you find it. Do not move the seat, as this may damage the phone and its battery. By now, your TV screen, tray table and footrest should be folded away. Your window blind should be open and your seat in the upright position. Whenever the seatbelt sign is switched on, you should be seated with your seatbelt fastened. Wear it low and tight across your lap and adjust it by pulling the strap. Lift the metal flap to unfasten. We recommend wearing your seatbelt at all times throughout the flight and securing it over your blanket when sleeping, so if needed, we won't have to disturb you. It is illegal to smoke on board, including using or charging electronic smoking devices. All toilets have smoke detectors. In the unlikely event of an emergency landing, please brace yourself like this against the seat in front of you. Or where that's not possible, brace by leaning as far forward as you can with your arms tucked under your legs. If necessary, oxygen masks will appear from above you. Pulling the mask towards you starts the flow of oxygen. Place the mask over your face and breathe normally. Put your mask on first and then help others. Even if you are a frequent flyer, it's a good idea to read the safety card in your seat pocket. It'll remind you of the safety aspects of this particular aircraft. Take a moment to locate the emergency exit nearest to your seat, which may be behind you. There are 10 emergency exits on the main deck of this Emirates A380. There are 6 emergency exits on the upper deck. If needed, lights at floor level will direct you to the nearest exit. Please remove high-heeled shoes and leave all baggage behind if evacuating. The safety card in your seat pocket shows the life jacket location, under or to the side of your seat. When instructed, remove it from the container and pull it over your head. Bring the tape around your waist and fasten in front, pulling firmly to secure. Only inflate your life jacket when leaving the aircraft by pulling the 2 red toggles sharply downwards. You can also inflate or top up the life jacket by blowing into the mouthpiece and use the whistle to attract attention. In the unlikely event of a landing on water, cabin crew will distribute life jackets for infants and children. Your cabin crew will now pass through the cabin carrying out the final safety check. Enjoy your flight with Emirates.
تستمتع خلال رحلتك مع طيران الإمارات بنظام المعلومات والاتصال والترفيه آيس. اختر ما يحلو لك من بين مئات الأفلام السينمائية من هوليوود وبوليوود والمزيد، بالإضافة إلى أفضل العروض التلفزيونية ومجموعات بوكس. وهناك أيضا بث حي للبرامج التلفزيونية على معظم الرحلات. استمتع بالمجموعة الواسعة لموسيقى آيس مع الرقص والفقرات الترفيهية العربية. أوعد اكتشاف هاندريكس، هوليدي أو هاندل. كن على قدر التحدي مع إحدى ألعابنا المثيرة أو العب ضد شخص آخر وأثبت أنك البطل. يمكنك تتبع سير رحلتك على قنوات العرض الجوي إيرشو والكاميرات الخارجية وتحديد موقع الرحلة بدقة وماذا يوجد أسفل الطائرة وكم هي سرعتها وزمن الوصول. تابع آخر عناوين الأخبار في العالم طوال الرحلة عبر البث التلفزيوني المباشر. ابقى على اتصال مع الأهل والأصدقاء عبر الهاتف المتحرك من خلال بيانات التجوال أو الواي فاي. توفر السوق الحرة على رحلات طيران الإمارات مجموعة واسعة لأحدث المنتجات من أبرز العلامات التجارية. استمتع بمزايا سكاي ووردز، برنامج المسافر الدائم لطيران الإمارات. انضم عبر الإنترنت أو أثناء الرحلة وابدأ بكسب الأميال. ساعد في تحسين حياة المحتاجين من خلال التبرع إلى المشاريع التي تدعمها مؤسسة طيران الإمارات. مرحبا بكم على متن رحلتنا. مرحبا بكم إلى آيس. Let's take a look at some of the fun stuff you can do during today's flight with ICE. Choose from hundreds of movies from Hollywood, Bollywood and beyond, as well as all the best TV shows and box sets. There's even live TV on most flights. Enjoy the ICE music selection with our dance, club and Arabic fusion, or rediscover Hendrix, Holiday or Handel. Challenge yourself with one of our fun games, or play against someone else and prove you're the champ. Switch to the air show channels and know exactly where you are in the world. Find out what's below, how fast we're flying and when we'll arrive, or simply enjoy the view with our external cameras. Stay up to date with live TV and news headlines updated throughout the flight. Or connect via mobile data roaming or Wi-Fi and share your journey with family and friends. Spoil yourself with the Emirates Duty Free Collection and shop for the latest products from some of the biggest brands. Join Emirates Skywards to enjoy the many benefits of our frequent flyer program. Ask your crew how to join now and earn miles for this flight. And make a real difference by donating to projects supported by the Emirates Airline Foundation using the envelope in your seat pocket. Welcome on board. And welcome to ICE.
1,000.